بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، الدكتور خالد الحاج علي، جامعة الملك فيصل الإحساء، أستاذ مشارك تخصص اللغة العربية، تخصص الدقيق الأدب والنقد. سأتحدث بحول الله تعالى عن تخصص اللغة العربية، آملا من الله عز وجل أن يجد فيه الطلاب المتقدمين للجامعات في هذا العام بعض الفائدة. واللغة العربية تخصص يدرس في كل من كليتي التربية والآداب، وثمة اختلاف طفيف بين الكليتين أو لعله غير طفيف. فكلية التربية تعمل في المقام الأول على إعداد أستاذ متخصص في تدريس اللغة العربية، ولذلك دائما ما يكون هذا التخصص في معية تخصص آخر. فالطالب مثلا يختار اللغة العربية والتاريخ، أو اللغة العربية والجغرافيا، أو اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وهكذا. فالهدف الأساسي أن يهيئ أستاذ أو معلم يقوم بتدريس هذين التخصصين للطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وبالإضافة لهذين التخصصين هنالك ساعات تكون في العلوم التربوية والنفسية. أما في كلية الآداب، فتخصص اللغة العربية يدرس للطالب بعمق أكثر مما هو الحال في كلية التربية. فالطالب يدرس علوم اللغة العربية دراسة دقيقة، وهذه العلوم طبعا هي علوم النحو والصرف، وهو علم يتعلق بأحوال الجمل حيث البناء والإعراب وترتيب الجملة وأجزائها وهكذا. وعلم الصرف هو علم الذي يتعلق بالألفاظ وكيفية أو ما فيها من إعلال وإبدال وما إلى ذلك. وهنالك أيضا الأدب، يدرس الطالب الأدب، وفي الأدب يدرس الطالب الأدب عبر مختلف عصوره، بدءا من العصر الجاهلي إلى الأدب في العصر الحديث. وبالطبع يدرس مختلف أشكال الأدب الشعرية والنثرية، فيتعرض لكل الأشكال السردية، القصة والرواية والمقال وما إلى ذلك. ويدرس كذلك الأشكال الشعرية المتنوعة، القصيدة والملحمة ومختلف أشكال القصيدة الحديثة والعمودية. وعندنا أيضا علم العروض، أو ما يعرف بموسيقى الشعر، وهو علم يتعلق بدراسة أوزان الشعر العربي وبحور هذا الشعر. ثم علم اللغة، وهو من أهم العلوم الحديثة التي تدرس في كل الجامعات. هذا العلم يختص أولا بدراسة اللغة، وهنا لا نتكلم عن اللغة العربية، لا، يختص بدراسة اللغات عموما، نشأة اللغات وأصل هذه اللغات وما طرأ عليها من تطور، ما يطرأ على اللغة من تطور عبر مختلف العصور وما يؤثر عليها. ثم يتناول أيضا علوم اللغة المتخصصة، علم الدلالة وعلم الأصوات وهكذا. وعندنا علم البلاغة أيضا، وهو من أهم علوم اللغة، وهو يدرس ألوان البلاغة المختلفة. على كل، تقريبا هذه أهم علوم اللغة العربية التي تدرس، سواء كان في كلية التربية والآداب. وإن كان لي أن أنصح، فإنني أنصح الطلاب بأن يختار الطالب التخصص الذي يرى أنه يستطيع أن يبدع فيه. ففي رأيي وفي ظني أن ربط اختيار التخصص بالحصول على وظيفة بعينها فيه ما فيه من مخاطرة، لأن الطالب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبدع في تخصص إلا إن كان هذا التخصص
قد يختاره الطالب بناء على تعلق به وبناء على معرفة مقدراته في هذا التخصص، وأنه يستطيع أن يبدع في هذا التخصص. أنا أحسب أن هذا هو أساس الاختيار. فالطالب إن كان مبدعا في تخصص معين فعليه أن يختار هذا التخصص ويترك أمر الوظيفة، فهي تدخل في باب الأرزاق، والأرزاق كما هو معروف هي بيد الله. وأسأل الله عز وجل التوفيق لكل الطلاب. شاكرا للأخ الكريم الدكتور أنور ضفع الله إتاحة هذه الفرصة. راجيا من الله عز وجل أن أكون قدمت بعض الإيضاحات التي تعين الطلاب في اختياراتهم، والشكر لله من قبل ومن بعد، والسلام عليكم ورحمة الله.